السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبرحب بكل الناس اللي بتتفرج على الفيديو. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن زراعة جديدة وعن أشجار جديدة. النهاردة هنتكلم عن شجرة الخوخ. زي ما احنا عارفين إن الخوخ هو البرقوق هو الدراك، ولكن بيختلف من شكل الثمرة، لأن في يعتبر أنواع، يعني من نفس الفصيلة هي أنواع. فالبرقوق هو الدراك هو الخوخ، ولكن باختلاف الايه نوع الشجرة، لان منهم بالظبط اكتر من 3000 نوع من الانواع، البرقوق والخوخ والدراك. ده شجرة الخوخ اللي احنا قدامنا ديت، ده بيكون يعني موسم التزهير دلوقتي بدأ في شهر، احنا في اخر شهر اتنين فبراير، فموسم تزهير اهوت، ان هي فاكهة صيفية. بيكون شكل الازهار باللون البينك او اللون اللي هو اللون الريدي بالشكل الجميل ده، زي ما احنا شايفين بتبدا الشجره تطلع الزهور بتاعتها. والموطن الاصلي لاشجار الخوخ في مناطق اللي هو الدول حوض البحر المتوسط، المنطقه دي تعتبر بينمو فيها الاشجار الخوخ، وبنتقل بعد كده لامريكا والامريكا الشماليه والامريكا الجنوبيه. وزي ما احنا شايفين اهو بالشكل ده اللي هو الاشجار، والزهور بتاعته بيكون روعة، بتكون شكلها جميل جدا في الارض. فلو اول مرة تشوفوا الفيديو فما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة وتدعمونا بالشير، علشان نوصل لكل الناس المحبة للزراعة في جميع انحاء العالم. وما تنسوش تشوفوا الحلقات اللي فاتت اللي احنا عملناها عن الزراعات المختلفة اللي فاتت، وتابعونا في كل اسبوع بنعمل حلقة او حلقتين عن الزراعات المختلفة. فالزراعة حياة، الزراعة عيش، الزراعة جميلة جدا لكل واحد، لان يزرع شجرة بتجدها في راحة نفسية ليك. لما بتشوف الحاجة قدام عينك اللون الاخضر بيكون جميل جدا ومريح للاعصاب. فشكرا لكم جدا، وما تنسوش تشاهدونا.